والله فضيحه. لو في وسائل اعلام كانت كتبت النهارده على الفضيحه ديت، ما في شيء استطاع يجيب روايه واحده حتى كانه يعني ذر رماد في العيون، واحده بس على الاقل، واحده للحسين رضي الله عنه وارضاه مسنده في كتب الشيعة. فضيحه والله. المفروض السي ان ان تيجي تسجل النهارده هنا، مفيش روايه واحده. بقالنا كام داخلين في ساعه الا تلت دلوقتي، ساعه الا تلت والله، ساعه الا تلت مفيش، وهم روايتين اللي قالوهم الشيعة ومن كتب اهل السنه الجماعه، روايه في البخاري والثانيه في مسند الامام في الترمذي. سبحان الله، يوفط حمراء بس هنا وهنا وهنا، ويحطها لك على الكعبه ويحطها لك على مش عارف ايه ويحطها لك، وفي الاخر مفيش، طلع بح، ما فيش، تعذر الوصول، الرقم غير موجود بالخدمه. يا جماعه انا بفضح لكم الدين الشيعي، بعرفكم حاجات انتم مش واخدين بالكم منها، ده الدين الشيعي، تخيلوا ده الدين الشيعي. اهم ثلاثة بعد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه مفيش، خلصوا.